الآن حفظ متن تحفة الأطفال، وقد ختم هذه السنة 8 خاتمين ولله الحمد والمنة، ونقدم لكم خاتمنا الأخير. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب محمد لؤي، حفظت متن تحفة الأطفال في أحكام التجويد في مدرسة أجيال نور القرآن على يد الشيخ عبد العزيز محمد حفظه الله، ومتن تحفة الأطفال مؤلفها الشيخ سليمان الجملوري رحمه الله، عدد أبياتها 61 بيت. ضيوفنا الأكاديمية هذه الليلة، كلمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن كرمها حضور نخبة من المشايخ الفضلاء والعلماء الأجلاء. نستغل الفرصة الليلة بوجود الشيخ الدكتور محمد أحمد بابانا المقرئ بالمسجد النبوي ليختبر الطالب علّه ينال شرف اختباره له. ما اسمك؟ مهند. يا مهند، والميم وين تسكن؟ تجي قبل الهجاء؟ أحكام الميم الساكنة، والميم وين تسكن؟ تجي قبل الهجاء، لا أعرف الليلة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن فقط، إخفاء إخفاء وإخفاء فقط، فالأول الإخفاء عند الباقي، وسمي والمد. أقسام المد، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تشترك. وتم ذنبه الخاتمة، وتم ذنبه بحمد الله على تمامه بلا تنال، أبياتها مد بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. حسبه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بارك الله فيك. فإذا فقط بالنسبة للنواب قال مشاركنا أنها ليست من وضع النواب، لذلك أردت أن أفيدكم بها. جزاكم الله.